لتحضير الايس كريم كيك انتو بحاجه لكيلو بوظه على النكهه يلي بتفضلوها، وكمان بحاجه لفواكه لحتى تزينوا فيها الايس كريم كيك. خلال الحلقه رح نستعمل الفريز، ورح نستعمل كمان برش الجوز الهند الكوكونات للتزيين، والف صحتين. هاي عن جديد، صار وقت الدسر ديزرت. هي الوجبة يلي بتلي أكيد الوجبة الأساسية يلي بتجي من بعد الوجبة الأساسية، يعني من بعد الغداء ولا العشاء. وضلكم متذكرين أنه ولا مرة فينا ناكل دسر قبل ما نكون خلصنا كل الصحن وخصوص الخضرة. فانيسا، أنت شو بتحبي أكثر، الديزرت ولا الطبق الأساسي؟ ديزرت. هاي أنا كمان بحب الديزرت، وبدي هيك من هلا تجربي تحضري شو هي الديزرت يلي رح نحضرها اليوم مع اصحابنا بالبيت. شوكولا؟ لا، معقول 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 معقول، قربت كثير بس مش شوكولا. شيء خفيف كثير طيب وكثير بنحب ناكله بالصيفيه. اي لون؟ في منه كل الالوان. بوزة. بوزة، برافو فانيسا، جيمي فايف، مزبوط البوزة. وهيدا ديزرت كثير هينة وما بتنصح كثير، ورح تلاحظوا انه بكل الديزرتس اللي بنحضرهم بفانتاستيك ميلز ما بنستعمل دسم، ما بنستعمل سمنة، بنجرب قد ما فينا يكونوا لايت وبنفس الوقت طيبين. كل شيء انتم بحاجة له هو هيدا الكونتينر يلي فيه بوزة ويلي هي كيلو. رح نستعمل نحن هيدي الصينية لأنه بوزتنا رح تكون على شكل جاتو نايس، وفيكم انتم تزينوها بالفواكه اللي انتم بتحبوها. نحن نقينا الفريز اليوم، ونقينا كمان جوز الهند او الكوكونات بالانجلش. شوفوا شو راح يصير، حنجيب ملعقه فيكم تجيبوها كبيره، وراح وجينا سكوب بيقولوا بالانجلش، راح نجيب البوزه ونحطها بقلب هيدا المجمع على هيدا الشكل. بتعرفوا شو عملنا نحن قبل؟ فانيسا مخبرون؟ رح نخبركم. حتى البوزة تكون هينة ونقدر نستعملها، دهرناها من الفريزر قبل بعشر دقايق، هيك بتصير شوي سائلة، يعني شوي ليكويد. بهيدي الملعقة فانيسا بدنا نمسد فوق البوزة حتى تصير كلها ستريت وبنفس النيفو بنفس العلو. نرجع نوضعها بالفريزر، وبس نشيلها من الفريزر رح نرجع نحطها على الصحن. انا رح اترككن هلا لحتى تكون جلدت البوظه، يعني بدها ساعه ولا نص ساعه وقت، رح اترككن مع غير فقرات ونرجع بنشوفكن بعد لحظات. وين اخترعوا الكروسان؟ بفيينا، بروما او بنيويورك؟ والجواب الصحيح هو بفيينا سنة 1683 للاحتفال بمنارة الاتراك. جبت انا البوزه ترنرا. شوفوا رح علمكم طريقه لحتى تقدروا تقلبوا البوزه على الصحن بدون ما تدوب وتضلها بنفس الفرن. الصينيه اللي بتكون على هالشكل بسكينه هي والبوزه فيها، بنقصها هيك من الطرف من الطرف على هيدا الشكل، يعني around the edges. وبعدين فيكم اذا بدكم، في عنا طريقتين رح نعلمكم الطريقتين. اول طريقه هي انه نحط مي بقلب طنجرة، واكيد بنضلنا متذكرين انه بس 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 بيكون معنا حدا كبير نستعمل الغاز، خصوصي المي بس تكون سخنة. بالأوفن ميتس يلي هن بيكونوا بهيدا الشكل، نوضع هيدي الطنجرة او الصينية اللي بيكون فيها بوزة على الطنجرة يلي بيكون طالع منها مي عم تغلي، بس منحطها 1 مينت، دقيقة واحدة بس، بنرجع منشيلها ومنقلبها على هيدا الشكل بالصحن. شوفوا رح فرجيكم الطريقة المضبوطة للقلب. بتجيبوا الصحن بتحطوه فوق الصينية وبتقلبوها هيك، بتعملوا شوية تنك تي تنك 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 وبتصير على هيدا الشكل. وهلا اجى البارتي اللي انا كثير بحبه، هو التزيين. مثل ما قلت لكم قبل بشوي نحن رح نستعمل كوكونات حتى نخطي البوزة اللي دابت عن الجنب. فانيسا رح تحط الكوكونات هيك داير من دار، وانا بهيدا الوقت رح كون عم بقص شوية فريز لنزين كمان فيهم. ما تنسوا بليز ضلكن متذكرين انه كل شيء فواكه وخضرة منغسله منيح. برافو فانيسا، very nice، كتير حلو. خبينا كل البوزة يلي كانت مبينة، شوفوا كيف، رح نفرجيهم. حلو ما هيك؟
رح شيل انا الكوكونات يلي طلع على البوزه من هون، وفيكم تقصوا الفواكه بالشكل يلي انتم بدكم اياه. نحن رح نحطهم هيدي الجهه من هون، وفينا كمان نعملها اكيد على الداير كله، كمان فينا نعملها على الداير كله، وفيكم تحطوا الفواكه اللي انتم بدكم اياها. فانسا شو اطيب فواكه عندك؟ كيوي. كيوي اكزوتيك فروت، كله فيتامينز وكله بيفيد للصحة. وهيدي كمان رح قصها ورح حطها هيك بالنص. حلو ما هيك؟ أنا بعرف إنه فانيسا مستعجلة بدها تبلش تاكل بوزة، بس قبل ما خليكي تاكلي بوزة فانيسا بدنا نذكر أصحابنا بالأشياء الأساسية اللي بنعملها قبل ما نطبخ. أهم شيء شو بنعمل؟ بنغسل إيدينا كثير منيح. كثير منيح، وما فينا نستعمل سكاكين ولا غاز إلا ما يكون معنا حدا كبير. برافو، وبس نشيل شيء عن الغاز ولا من الميكروويف ولا من الفرن بنلبس الجونيت. برافو، الكفوف ولا الأوفن ميتس. غير هيك ما في غير لكم ألف صحتين، تابعونا كل جمعة مثل هيدا الوقت. يلا فانيسا، لحظة لحظة فانيسا كثير محمسة. باي، صحتين، سي يو سون. بونجور، أنا الشيف أليكس من فكرة وان مينت. يوم الصبح قطعت من هون كان في ولاد عم بيلعبوا، قلكن وينون؟ مشوا معنا لنشوف. بونجور مدام. بونجور أهلا. عندك ولاد؟ أكيد. نحن من برنامج فانتاستيك ميلز، فينا نفوت نعمل مسابقة؟ أكيد، أهلا وسهلا، تفضل. بونجور، شو اسمك؟ تفاني. شو اسمك؟ سينتيا. يوم مسابقتنا هي عنا 2 ماج مع 2 ستيكرز دورة، معكن دقيقة واحدة لازم تلزقوا على الماج، يلي بلزق أكتر شي هو اللي بيربح. أوكي؟ استعدوا، يلا 1 2 3 بلشوا لزقوا. يلا بلشي بلشي ستيفاني، بلشي. يا حرام ستيفاني، بعد ما شالت شي. أسرع يلا سينتيا، لزقيها على الفنجان. شدي عليها ستيفاني. سينتيا لزقيها منيح كرمال ما توقع. يلا أسرع أسرع ستيفاني. ستيفاني سينتيا مسبقتك. لزقيها وشدي عليها كرمال ما توقع. يلا شو حلوين هالستيكرز، دورة وبابوش، لزقيهم منيح. بعد ما اكون 5 4 3 2 1 ستوب ستوب ستوب، وقفوا كل شيء. هلا بدنا نشوف مين ربح. 1 2 3 لستيفاني، 1 2 3 4 5 لسينتيا، وسينتيا هي اللي ربحت. برافو سينتيا. لقونا بفقرة جديدة من 1 مينت. باي. انترتيننج، فقرة دايما بتكون بحلقتنا، من خلالها بنتعلم شو لازم نعمل وامتى لازم نعمل شو لما نكون معزومين ولا عازمين الناس على الغداء عشاء ولا لما يكون في اكل. هاي فانيسا. هاي جويس. اليوم انا وياك رح نسافر. عم تساليني كيف رح نسافر؟ رح اقول لك كيف رح نسافر. اذا كنا مثلا بالصين ومعزومين على العشاء، شو بنعمل؟ بنسلم على الناس بايدنا هاند شيك لايك ذس. اذا كنا معزومين على العشاء بس لنستقبلهم؟ No, that is not what we do. ما بنعمل هيك. We bow the head، يعني بنحط ايدينا اثنيناتهم حط بعضهم بهيدا الشكل فانيسا، ومنوطي راسنا هيك، ما بنسلم ولا بنغمر ولا بيكون في ولا نوع من الفيزيكال كونتاكت. ودائما بس نكون بتشاينا ومعزومين على العشاء ولا على الغداء بنحكي بصوت واحد. اوكي خلصنا من تشاينا، اخذنا طياره وطرنا فيها على فرنسا.
شو الشيء المميز بفرنسا منسلم عليهم ودائما بس نكون معزومين على العشاء فينا نسلم هيك بالايد؟ دائما بنستعمل مسيو اي مدام، بونجور مسيو بلا بلا بلا، ولا بونجور مدام فانيسا كومو سافا بلا بلا بلا. واذا كنا مع اهلنا بنذكرهم لاهلنا انه يخلوا الشخص يلي عزمهم ولا الشخص يلي نحن عازمينه انه هو ينقي شو بده يشرب. اولا لا لا فرانس، فلينا من فرنسا ورحنا دغلي على انجلترا. انجلترا عندهم ملكه وعندهم لوردز وكينجز وكوينز، يعني بس نكون هنيك من الافضل نتاكد اذا حدا عنده تيت. بتعرف شو يعني اذا حدا عنده تيت؟ رحلي، يعني اذا حدا مثلا انير بنقول له برنس، مثلا برنس ويليام. اكيد ما حدا رح نتغدى مع ولا نتعشى مع برنس ويليام، بس بركي ما حدا بيعرف. وفي منهم كتير كاونتس ولا سيرز، كمان بنقول لهم سير ولا كاونت. كتير كتير بحبوا التيترات. وبس انتبهوا، بس منسلم عليهم ولا مرة نغمرهم، ما بحبوا any physical contact. بإيطاليا أولى لا لا لا، بإيطاليا بدكم تحضروا حالكم إنه تاكلوا كتير، لأنه بإيطاليا ما بيأكلوا ديش واحد، بيأكلوا كذا ديش على الطاولة، ودايماً السلاد بتجي بعد المين كورس. نحنا كلنا بنعرف خصوصي بمجتمعنا الشرقي إنه السلاد ولا السوب أول شيء وبعدين الكورس الأساسي. بإيطاليا بيقلبوا المقاييس، بيأكلوا باستا أول شيء، بيرجع بيأكلوا سلاد وبيبلشوا بالكورس التانيين. وكمان بدكم تتذكروا شيء انه بلاتين امريكا، يعني بسبين وبمكسيكو بايطاليا، الناس بيتعشوا كتير مأخر. الحلو بس بايطاليا انه اذا كنتوا بتعرفوا الناس فيكن تبسوهم مرتين على التشيك، وفيكن كمان تغمرون اذا كنتوا بتعرفون منيح. نفس الشيء فينا نقول عن مكسيكو ولا سبين، بتغمرون بتبسوهم وبتضلكن متذكرين انه العشوات تبعهم كتير متأخر. من لاتين امريكا بننتقل للرشا. رشا كتير مهم عندهم البنكتشواليتي، يعني ما لازم ابدا نتاخر على غدا ولا على عشاء، اذا تاخرنا بيعتبروها اهانه عظمى. يعني اذا كنتوا رايحين لمحل ضربوا حساب الطريق لحتى توصلوا على الوقت، والسوفي بس بيقدي انه تسلموا عليهم هاند شيك فيرم وتقعدوا على الطاوله تاكلوا معهم. ما بيبقى لكم شيء غير انه تتابعونا، هيدي فقره كتير مهمه. نحن انا وفانيسا بس نحضرها كتير عم ننبسط لانه كتير عم نتعلم اشياء جديده. Thank you for joining us. See you guys next time.